بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة، جولتنا النهاردة إن شاء الله في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. في أطقم شاي وقهوة جت جديد، أنا ما صورتهاش قبل كده، لما لقيتها حلوة قلت أصورها لكم. هي للأسف مش عليها تخفيض، بس قلت إيه أصورها لكم تاخدوا فكرة إيه اللي موجود. هو الكرتونة بتبقى عبارة عن إيه، 4 فناجين او فنجانين للقهوة وفنجانين للشاي. اهو ده مرسوم عليه فراشة، شكله حلو اهو. ايه الفراشة يا جماعة قبل ما تطير اهي. والطبق بتاعه غير تقليدي، يعني على هيئة رسمة الجرس، يعني رسمة الجرس او اللي انتوا تشبهوا يعني. وبيجي معاه براد وسخان اللي هو بيتحط فيه الشمعة عشان ايه الحاجة تفضل ايه سخنة. وهنا ده للقهوة اهو، بيجي 2 شاي و2 قهوة. الصغير ده بتاع القهوة، شكله جميل برضو، والرسمة بتاعته رقيقة، لونه اسود، اسود في ابيض اهو، شكله حلو. لما لقيته يعني شكله حلو كده قلت ايه اصوره لكم. بيجي معاه 2 كبار للشاي ودول للقهوة، وبيجي معاه ايه البراد الازاز ده، وعليه برضو الغطا بتاعه عليه الفراشة، والبراد اهو حلو، وده السخان. شكل جديد كده بما ان احنا في الشتاء يعني كده، والحاجات الدافية مطلوبة جدا. ده لون، وهو ايه على الكرتونة، الرسومات على الكرتونة يا جماعة، شكله حلو بصراحة. هو باين والله اعلم بيجي براد كبير وبراد صغير، ان كل قطعة معاها ايه برادين، حتى على الكرتونة مرسوم براد اهو، مرسوم فنجانين للقهوة وفنجانين للشاي وبرادين اهو. هتأكد لكم من المعلومة دي يا جماعة عشان ايه ما اقولش حاجة كده انا معرفهاش وخلاص. زي هنا اهو برضو في براد اهو، براد لحاله اهو في القسم الرصاصي ده، يعني عليه غزالة. واو. وسخان واحد للاتنين. واو شكلهم اهو، الرصاصي شكله جميل، مرسوم عليه وردة في ذهبي وأبيض من جوه، زي قلوبكم كده، قلوبكم بيضة. ده اللي مرسوم عليه الغزالة اهو. انا عرفت يعني ده اللي مرسوم عليه الغزالة، البراد اللي مرسوم عليه الغزالة، يبقى ايه الطقم بتاعه ايه الغزالة. جميل بصراحة. والبراد ده الغطاء بتاعه الوردة، مرسوم عليه الوردة، ودي الفناجيل بتاع الوردة، وده السخان طبعا. والطقم على 129 ريال يا جماعة، 129 ريال. اهو ده فراشة برضو شكله حلو، انا لما لقيت شكله حلو قلت اصوره لكم، وشكله على الكرتونة جميل اهو، الرصاصي منه حلو اهو. الطقم على 129 ريال، ده مش نازل عليه عرض. هنرجع تاني للطقم اللي عامل لي هوس ده، اللي هو الانعكاسي ده، استنى هوريه لكم. الفراشه دي شكلها حلو ورقيقه، بس للاسف ما فيش واحده تتفك، بس احنا هنفكها لكم، نعمل لكم عليها تجربه ان شاء الله، ونرجعه تاني، وربنا يستر واعرف ايه ارجع الطبق زي ما كان، عشان ما اقعدش ادور اقول فين كرتونه. اهو ما شاء الله جبنا الطبق وجبنا الفراشه اهو، جميل جميل بصراحه، شيك جدا. ده بتاع شاي يا جماعه، عشان ده حجمه كبير عن اللي انا صورتهم قبل كده. ده ذهبي وبكام؟ ب76 ريال، بس شكله حلو جميل جدا اهو.